وزير التربية والتعليم يستعرض خطة عمل الوزارة أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ. وزير التعليم يؤكد القضاء على مشكلة ارتفاع الكثافات الطلابية بنسبة 99% وحل مشكلة العجز في المعلمين بنسبة 90%. التربية والتعليم تقول المدارس المصرية اليابانية من أهم النماذج التعليمية الناجحة في مصر. محمد عبد اللطيف أمام مجلس الشيوخ: اتخذنا إجراءات لمتابعة تقييم الطلاب وزيادة قدراتهم على التحصيل الدراسي. وزير التعليم يعلن خلال لقائه بلجنة تعليم الشيوخ تطوير مناهج التربية الدينية بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية. وزارة التعليم: نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية طفرة في العملية التعليمية ويمثل مستقبل مصر في الفترة القادمة. وزير التعليم يستعرض خطة هيكلة الثانوية العامة لنواب الشيوخ ويؤكد إعادة صياغة وتوزيع المحتوى المعرفي في نظامها الجديد. أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ تشيد بجهود وزارة التربية والتعليم في تطوير العملية التعليمية. الهيئة الوطنية للصحافة تنظم ندوة لاستعراض رؤية وزير التعليم للنهوض بالمنظومة التعليمية. وزير التعليم يقول وضع حلول مستدامة بإنشاء ما بين 10,000 إلى 15,000 فصل سنوياً، والكثافة أقل من 50 طالب في الفصل حالياً. وزير التعليم يبحث مع سفيرة البحرين بالقاهرة فرص تعزيز التعاون المشترك في مجال التعليم قبل الجامعي. محمد عبد اللطيف يستقبل سفيرة دولة الإمارات لدى مصر لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم قبل الجامعي. التعليم تصرح: التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع الجانب الإماراتي وتبادل الخبرات في نظام الاعتماد والجودة. فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين للعمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية حتى 6 نوفمبر المقبل.